نحن ابناء الزعيم اسماعيل الازهري الذي غادر ومات في السجن من اجل الشعب السوداني. ونحن ابناء الشريف حسين الهندي الذي غادر ومات واتى بالصندوق من اجل الشعب السوداني. نحن خريجين المدرسه التي ادخلت العمل المسلح في العمل السياسي، وغازي صلاح الدين كان احد الذين دخلوا، ومهدي ابراهيم وعثمان خالد مضوي محمد عبد الرحمن كانوا ضمن المجموعه التي دخلت في يوليو 76. اذا العمل المسلح ليس بدعه، والعمل المسلح ليس جديد. عندما يتسلط على رقاب الشعب دكتاتور كل شيء مشروع. نحن من حزب الاتحاد الديمقراطي اصحاب شعار الاقتلاع من الجذور، ونحن من حزب الاتحاد الديمقراطي اصحاب سلم تسلم. نحن من حزب الاتحاد الديمقراطي اول من وقع اتفاقيه السلام 1988 المرغني كرن، والتي اتفاقيه تمت في خلال 3 يوم، ما فيها تغرير مصير، ما فيها اختصام ثروه، ما فيها اختصام سلطه. واتى الانقلاب لقطع الطريق على هذه الاتفاقيه، وصدرت ممتلكات القيادات، وحوكموا وعذبوا، واكبر حزب ضرب. بعد ده كله نحن الحزب الاتحاد الديمقراطي ضد التجمع. اقول هذا الكلام لانه اليوم ما بعده. نحن ضد التجمع. ونحن جنحنا للسلم عندما جنحوا اليوم. ونحن وقعنا اتفاقية القاهرة التي لم تنفذ مثلها مثل أبوجا. نحن في حزب الاتحاد الديمقراطي كان عندنا الجناح المسلح اللي هي قوات الفتح. هي القوات الوحيدة اللي عندها أكثر من 190 شهيد، والأهم أن يعلم هذا، تركوا في جبال أريتريا ولم يستوعب منهم أحد. وبهذه المناسبة نتيجة للتداعيات التي تمت اليوم، يمكن بعضكم لحد هسه دي طلب عليها، نحن ظلمنا حقيقة في صراع من أجل إنقاذ الحزب الاتحاد الديمقراطي من الاشتراك في هذه الجريمة. ويمكن صراع الشباب الاتحاديين وجماهير الحزب الاتحاد الديمقراطي كلكم تابعتوه وشفتوه لحد امبارح احتلال جنينة السيد علي البرهان. جماهير قالت كلمتها في حلية السيد علي، قالت كلمتها في كل بقاع السودان. الهيئة القيادية أنا مش كنت على اتصال معاهم لحد آخر الليل، أكثر من 90% ضد المشاركة. ولكن للأسف الشديد مساء اليوم هنالك فئة اختارت أن تختطف غرام الجماهير وأن تشارك في هذه الجريمة. إنها فئة، حتى لو كانت قيادية إنها فئة، لأن رأي الشارع الاتحادي معلن واضح لكل جماهير الشعب السوداني. مؤسسات الحزب الاتحادي الديمقراطي رأيها معلن، قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي قياداتها رأيها معلن. ومن هذه المنصة ومن هذا الموقع الجاد نعلن باسم قيادة الحزب في الداخل الصامتة والصابرة، وباسم جماهير الحزب، أن هذه المشاركة لا تمثل ولا تعني حزب الاتحاد الديمقراطي. وكي لا يكون الكلام مطلوب على عواهنه ومزيد من النظم الفارغ، حقيقة اتصلت بي قيادات قوات الفتح القيادة الثورية. وقوات الفتح يمكن للإخوة في الحركات يعلموا قيادات اتحادية كانت تحمل السلاح طيلة فترة التجمع الوطني الديمقراطي، وكانت تناضل من الداخل. وهذه القيادات كانت موجودة في النيل الأزرق وتقاتل مع النيل الأزرق يدا بيد وجنبا إلى جنب، وكانت تنتظر الموقف الرسمي من الحزب الاتحادي الديمقراطي، وكانت المشاركة في خط أحمر. وبإعلان المشاركة اليوم كلفوني أن أبلغ وأعلن من هذا المنبر أن قيادات الميدانية لقوات الفتح، القيادة الثورية لقيادات لقوات الفتح تعلن انضمامها للجبهة الثورية.
وايضا اريد ان اعلن باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، الاصل الذي غاده اسماعيل الازهري، والاصل الذي غاده الشريف حسين الهندي، والاصل الذي غادوه الابطال الاشاوث الذين قاتلوا مع ابناء الجنوب وابناء الغرب وابناء الوسط جنبا الى جنب في هضاب اريتريا. نعلن من هنا موافقتنا وتأييدنا ومساندتنا للجبهة الوطنية الجبهة الثورية، ونعلن من هنا بخلف المكتب سنجري المشاورات وسننضم إلى هذه الجبهة باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.